أكيد في خلال الفترة اللي فاتت دي وانت بتقلب كده على السوشيال ميديا طلع قدامك شواحن كده منتشرة جدا للموبايلات والتابلتس وأي جهاز بتستخدمه، والشواحن دي من شركة يو جرين. والحقيقة بستخدم المنتجات بتاعت يو جرين دي بقالي مدة طويلة وبشكل مكثف جدا مع أجهزة كتير جدا في حياتي وسيناريوهات مختلفة، وجاي علشان أقلك التجربة دي وأفهمك القصة بتاعت انتشار يو جرين دي، يعني هي فعلا حاجات كويسة ولا أي كلام، ولا هي مجرد إعلانات والكلام ده، وأوضح لك الأمور اللي ليها علاقة بالشواحن اللي من شركات غير الشركات المنتجة للأجهزة نفسها، يعني مثلا شاحن أبل الأصلي وشاحن معرفش سامسونج الأصلي. ناس بقى تقعد تقول لك أنا لو استخدمت شواحن يو جرين دي هتأثر على التليفون ولا لأ، طب أنكر الشواحن بتاعتها عاملة إزاي. يعني هنتكلم في القصة دي كلها علشان بيجي لي عنها أسئلة كتير جدا. وقبل ما أخش معاك في تفاصيل تجربتي مع شواحن يو جرين الفترة اللي فاتت ويعني منتجاتهم بشكل عام، حابب أقول لك إن الفيديو ده ما هوش سبونسرد ويو جرين ما يعرفوش عنه أي حاجة خالص، وهي اكتشفوه كده زي ما انت اكتشفته كده دلوقتي، برغم ان انا عملت معهم حاجات كتير قبل كده وتعاونات باشكال مختلفه، لكن الفيديو ده بالذات انا طالع يعني اتكلم كده يعني في حب يو جرين واوضح لك المميزات والعيوب في المنتجات بتاعت يو جرين. لكن حبيت اقول لك ان ده فيديو مش اعلان ومش سبونسرد ومش تعاون ولا اي حاجه، ده بس كده كلام مني ليه. فلو مهتم تعرف عن قصه الشواحن ومنتجات يو جرين او اي يعني شركه تانية من الشركات الكويسه المحترمه في عالم الاكسسوارات، اتفرج معايا على الفيديو ده للاخر كده، ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو اديد. ويعني بيجي لي كتير جدا سؤال، طب الشاحن اللي مش اصلي ده ممكن يبقى مقصر ولا لا؟ طب انا لو استخدمت شاحن تاني غير الشاحن بتاع التليفون بتاعي ولا الايفون ولا الايباد، هل ده هيأثر على البطاريه ولا لا؟ والحقيقه ان دايما اجابتي للسؤال ده بتكون على حسب نوع الشاحن اللي هتستخدمه، مش شرط بالضروره خالص يكون الشاحن بتاع الجهاز نفسه عشان يبقى كويس، بدليل ان دلوقتي في اجهزه كتير جدا بتيجي من غير شواحن. اي نعم بيبيعوا الشواحن فيما بعد سواء ابل او سامسونج او ايا كان، لكن ما زالت في شواحن كتير جدا كويسه في السوق من ماركات من شركات تانية زي يو جرين وزي انكر وزي غيرها. والحقيقة المنتجات دي كلها كويسة جدا، وطول ما هي من شركة جيدة السمعة وبتعمل حاجات بكواليتي عالية بتقلقش خالص على البطارية بتاعت الجهاز بتاعك، وبالعكس يعني ده ممكن يكون كويس جدا واستخداماته احسن كمان من لو اشتريت الشاحن بتاع ابل او سامسونج او كده اللي بيكون فيه مجرد مدخل واحد. انت تقدر مع المنتجات دي تستخدمها بسيناريوهات احسن بكتير زي ما هنتكلم دلوقتي. لكن كالعادة قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. طيب انا شخصيا بستخدم في حياتي منتجات كتير جدا من شركه يو جرين، والحقيقه كلها ليها سيناريوهات كده مختلفه زي ما اقول لك دلوقتي. هنبتدي من اول الشواحن الصغيره وناخدها واحده واحده لغايه ما نوصل لشواحن اكبر شويه، وافهمك السيناريو اللي انا بستخدمه لكل واحد في دول ايه وتجربتي فيه عامله ازاي. فاصغر شاحن معايا من يو جرين هو الشاحن ده النكسود برو الجديد، 65 واط زي ما انت شايف، وبيكون بيجي بفيش عاديه جدا، والحقيقه ان حجمه في الحقيقه صغير قوي، يعني انت لو شفته برضه في الحقيقه جايز غير الفيديو شويه، لكن هو في كف ايدي يعني صغير جدا، ودي حاجه بتديله ميزه زياده يعني في التنقل وان انت تستخدمه كده عادي جدا. وطبعا 65 واط زي ما انت شايف، ولو لفيته هتلاقي فيه 3 مداخل، 2 يو اس بي تايب سي وواحد يو اس بي عادي، تقدر تستخدمهم كلهم في نفس الوقت علشان تشحن الاجهزه المختلفه بتاعتك. وده على فكره الاصدار الاحدث، قبل كده كانت الاصدارات بالكي شويه زي ما هوريك في منتجات ثانيه كده انا برضه بستخدمها، لكن ده بيجي بلغه تصميم مختلفه كده والحواف اللي هي الحاده شويه دي كده، وطبعا حجمه اصغر شويه لان كمان كثافه الطاقه اللي جواه زادت بنسبه 18%، يعني قدروا يحشروا طاقه 18% اكتر من اللي قبل كده، فيقدروا يوصلوا للحجم صغير كده من غير ما يكون بالكي ويديك برضو الطاقه الكبيره. طبعا سواء في الشاحن ده او اي شاحن تاني نتكلم فيه في مداخل كتير، انت ده كله بيديك 65 واط، لكن مش كل واحد من الثلاثه هيديك 65 واط، وطبعا لو وصلت الثلاثه سوا مش هتاخد 65 واط من كل واحد، هيبتدوا يتقسموا يعني على الاجهزه المتوصله. لكن لو وصلت واحد لوحده هنا مثلا هيديك ال 65 واط، واحد لوحده هنا هيديك ال 65 واط، وواحد لوحده في اليو اس بي العادي ده هيديك 22.5 تقريبا. فانت هتبقى محتاج اقرا زي الكتالوج الصغير اللي بيجي مع كل جهاز من دول علشان تبقى عارف كل مدخل بيديك طاقه قد ايه، ويعني الاشكال المختلفه من توصيل اجهزه مع بعض هتديك كل واحد قد ايه، لو وصلت واحد او اثنين او ثلاثه كل مخرج هيديك قد ايه بالظبط. هحاول على فكره اسيب لك تحت الفيديو لينك هيوديك على كل المنتجات دي لو انت عايز يعني تتفرج على حاجه فيهم او مهتم تشتري حاجه فيهم. وانا استخدامي الشخصي للشاحن ال 65 واط ده هو ان انا في عندي اثنين ايبادز في البيت كده، واحد ايباد برو واحد ايباد عادي، واحد بيتشحن بكابل يو اس بي تايب سي والثاني لايتنينج.
فببقى حاطط دايما الشاحن ده كده موجود في حته ده بتاع الايباد، ببقى موصل واحد فيهم في اليو اس بي الاولاني والتاني في اليو اس بي التاني اللي هنا، وببقى سايب اليو اس بي العادي ده لاي جهاز زياده حبيت اشحنه يعني، وده كده الشاحن بتاع الايبادز على طول محطوط على جنب على طول متوصل فيه السلكين وبيشحنوا الايباد. الشاحن التاني اللي بعد كده هو اليو جرين 30 وات ترافل ادابتر، هو اسمه ترافل ادابتر عشان ده المفروض ينفعك وانت مسافر وبتاع، لكن الحقيقه انا شخصيا بستخدمه في سيناريو مختلف شويه. واي نعم ده 30 وات اقل من اللي قبله 65 لكن حجمه اكبر شويه زي انت شايف هنا، بيدخل في الفيش عادي جدا، وبعد كده بيديك من هنا فيشه ثانيه خالص تقدر تستخدمها وبتستحمل لغايه 2990 وات اللي هو تقريبا 3000 وات لو عايز توصل عليه دفايه ولا كاتل ولا اي حاجه تمام مفيش مشاكل. وبعد كده الثلاث فتحات اللي هنا دول هم اللي بيدوك ال 30 وات، عندك 2 يو اس بي عادي وواحد يو اس بي تايب سي، وده المفروض ترافل ادابتر علشان انت بتوصله بفيشه بالشكل ده من ناحيه وهيديك فيشه بشكل ثاني من الناحيه الثانيه، فيعني تقدر تتاقلم مع اشكال الفيش المختلفه وقت السفر، لكن الحقيقه زي ما قلت لك انا ما بستخدموش في كده. انا بستخدم الشاحن ده بان انا بكون سايبه ورا المكتب اللي عندي هنا في الاستوديو على اعتبار ان انا بكون موصل في اليو اس بيز اللي هنا دول الشواحن الوايرلس للتليفونات بتاعتي اللي هو بكون حاطط عليه التليفون كده فبيشحنه وايرلس، وفي نفس الوقت بيكون ستاند فببقى حاطط واحد للاندرويد واحد للايفون، والفيشه الزياده دي عشان لو عايز اوصل اباجوره او حاجه تنور فوق المكتب كده بكون بستخدم الكلام ده، ومع ذلك في برضه فتحه كمان زياده لو حبيت اوصل عليها اي حاجه لكن ما استخدمهاش قوي. تعال نروح على اللي بعده. الشاحن اللي بعده هو اليو جرين جي اي ان او الجاليوم نايترايد 100 وات، فانت عندك 100 وات في هذا الحجم الصغير، بس زي ما انت شايف المنظر بالكي شويه برضو، الكيرفات دي محسساك ان هو اكبر شويه، وهو طبعا اكبر من ال 65 وات اللي اتكلمنا عنه عشان زي ما قلت لك ده الاصدار الاحدث يعني، فهو اذكى شويه في الديزاين بتاعه، لكن مازال حجمه صغير جدا بالنسبه لان هو بيديك 100 وات، وبرضو الخامات كده بريميوم قوي زي ما انت شايف، ودي حاجه بصراحه مشتركه في كل المنتجات بتاعت يو جرين اللي انا جربتها. لو بصيت عليه من هنا هتلاقي عندك ثلاث فتحات يو اس بي سي وواحده يو اس بي عاديه، دول حقيقه تقدر تستخدمهم في سيناريوهات كتير جدا، وبيدوك طبعا شحن سريع لان بيديك اجمالي 100 وات، بس من الناحيه دي بيديك الفيشه اللي هي شكلها كده، فانا يعني علشان احنا هنا في مصر بحتاج ان انا استخدم كونفرتر كده زي ده عشان اقدر استخدمه مع الفيش الطبيعيه. وانا شخصيا بستخدم الشاحن ده في ايه بقى؟ الشاحن ده محطوط عندي جنب السرير عشان الاربع فتحات اللي هنا دول اليو اس بي سي الاولانيه بوصلها بسلك اشحن بيه الايفون عن طريق سلك الماك سيف بتاعه يعني، واليو اس بي سي الثانيه موصلها على سلك يو اس بي تايب سي بشحن بيه التليفون الجوجل بيكسل 7 8 الثاني اللي بستخدمه، وثالث يو اس بي تايب سي بستخدم معاه سلك شحن الابل واتش لما احب اشحن الساعه، واخيرا اليو اس بي اي الاخراني ده بستخدم معاه السلك اللي بشحن بيه الخاتم الالترا هيومن رينج الذكي اللي اتكلمت عنه قبل كده، وبكده ابقى حاطط الاربع شواحن للاربع اجهزه اللي بستخدمهم بشكل شخصي جنبي كده في السرير وانا نايم علشان ابقى بشحنهم جنبي بشاحن واحد صغير جدا عالي الجوده جدا زي ده. لذيذ بقى ان انت لو شلت الادابتر ده وحبيت تستخدم الفيشه العاديه دي تقدر تستخدمها مع ايه بقى؟ مع الترافل ادابتر اللي قلنا عليه من شويه. انت لو حطيت الجهاز ده في الجهاز ده بالمنظر ده فانت بقى عندك دلوقتي 1 2 3 4 5 6 7 فتحات يو اس بي، منهم 3 عادي و4 يو اس بي تايب سي، كلهم سرعتهم تعتبر عاليه وتقدر تستخدم هذا الشيء اللي انت شايفه بانك تشحن تقريبا كل حاجه في حياتك. الشاحن اللي بعد كده هو هذا الشيء ال 100 وات برضو، لكن ده ديسك توب تشارجر بتكون حاطه كده قدامك على الترابيزه، والحقيقه ده واحد من الاختراعات اللطيفه جدا برضو، هو زي ما انت شايف سمكه هنا بقى رفيع شويه في اربع رجلين كده من تحت عشان تبقى مثبت على اي ترابيزه من غير ما يتزحلق، ده طبعا بيحتاج ان هو يتوصل بالكهرباء بسلك جاي معاه عن طريق الفتحه دي فتحه باور كده، والسلك ده بتكون حاطه في الفيشه وده بقى جنبك على الكومودينو او على مكتب او على ترابيزه على طول، ومنه بتطلع الاسلاك اللي انت عايزها، عندك هنا اربع فتحات برده 3 يو اس بي تايب سي وواحد تايب اي، وده بقى الحقيقه اللي انا بستخدمه كترافل ادابتر، يعني انا لما باجي مسافر اي حته باخد معايا هذا الجهاز وبكون حاطه في اي فيشه بقى في فندق ولا حاجه وطالع منه الاربع اسلاك للايفون والايباد والابل واتش وسماعه مثلا، والحقيقه بينفعني جدا في السفر لان حجمه صغير وفي نفس الوقت بيديك طاقه كويسه، وبالنسبه لي بيكون مناسب انك سايبه كده جنبك على الكومودينو ولا اي حاجه، مش مضطر ان انت تبقى حاطه في الحيطه على طول، لان زي ما قلت لك على حسب نوع الفيشه اللي في الحيطه بقى ممكن تلاقي بقى الشاحن مدلدل شويه من الحيطه ولا حاجه، ففي الحاله دي دايما بيكون ثابت جنبك كده والدنيا ستيبل. زي ما قلت لك الشاحن ده بيديك 100 وات
بستخدم بقى ساعات اخوه الكبير اللي بيديك 200 واط، والحقيقه ده رقم كبير جدا على شاحن زي ده بالحجم ده زي ما انت شايفه، وتقريبا برضو قد كف ايدي كده، لكن ده 200 واط، و200 واط يعتبر رقم كبير جدا على فكره بالنسبه برضو للشواحن دي. ولكن الحقيقه انا ما بستخدموش بسبب قوته الزياده دي، انا بستخدمه علشان الفتحات الكتير جدا اللي موجوده فيه، فده يعتبر الشاحن اللي بيكون موجود هنا في الاستوديو. الشاحن ده دايما متساب ورا درع اليوتيوب كده على الترابيزه اللي ورا دي، وطالع منه بقى 6 اسلاك عشان ده اللي بشحن بيه بقى الكاميرات والاضاءات، ولو محتاج اشحن مايكات اي حاجه. فانا ما بوصلش خالص لل 200 واط اللي هو بيقدر يطلعهم، لكن الست فتحات دول بصراحه عمليين جدا، ان انت لو عندك اجهزه كتير جدا تقدر تكون موصلهم كلهم في نفس الوقت، بيتشحنوا بسرعه عاليه جدا، وانا بشوفه بصراحه حل عملي جدا بدل الشواحن الكتير. وبرده في الرجلين الرابر اللي من تحت، بحيث ان انت وانت سايبه برده على المكتب يكون ثابت وما بيتحركش. وطبعا نفس الخامات البريميوم والكواليتي الحلوه، ده طبعا اتقل شويه من ال 100 واط، فدي حاجه لازم تخليها في الاعتبار كده وانت بتشتري. طبعا لو لابتوب مثلا بيدعم الشحن عن طريق اليو اس بي سي، انت اصلا من اول ال 65 واط تقدر تشحن ماك بوك اير مثلا لغايه 70% في ساعه، وطبعا كل ما تكبر بالشاحن كل ما هديك طاقه اعلى واداء اسرع. دي كده الشواحن العاديه اللي انا بستخدمها من نيو جرين. في شويه اكسسوارات تانية بستخدمها، مثلا زي الماك سيف تشارجر ده، اكيد شفته قبل كده، بتكون سايبه على المكتب وموصله كده باليو اس بي سي من هنا، وتقدر تسيب هنا الايربودز او سماعه بتتشحن بشكل وايرلس، والايفون بقى بيمسك بالمغناطيس كده بالماك سيف ويبتدي يتشحن على طول، تقدر تغير برده الزاويه بتاعته كده زي ما انت عايز. وانا شايف برده ان هو من الحاجات العمليه جدا اللي انا بستخدمها طول الوقت بصراحه. وفاكر لما قلت لك انا موصل الترافل ادابتر بتاعهم ده ورا المكتب هنا عشان اشحن الموبايلات، واحد من الفتحات بكون موصله على الستاند ده عشان ابقى بشحن الايفون بتاعي طول الوقت. حاجه ثانيه بستخدمها هو الماك سيف باور بانك اللي انت شايفه ده، ده اللي بيمسك على طول في الايفون كده بالمغناطيس اللي موجود فيه، اللي هو اول ما تحط عليه الايفون كده هتلاقيه بدا يشحن على طول زي ما انت شايف. هو بس كبير شويه وبينزل تحت الايفون العادي، بيبقى قافل كويس مع البرو ماكس، وعريض برده شويه لان ده 10000 ملي امبير، كنت بستخدم قبل كده من انكر ال 5000 وبرده محترمين جدا، لكن مساحته اصغر شويه فكان بيخلص بسرعه. وعندك هنا دي رجل كده علشان لو عايز تثبته على المكتب بالمنظر ده او بالمنظر ده تقدر وانت بتشحنه عادي. بالاضافه لان في فتحات يو اس بي عاديه غير ان انت بتشحنه نفسه، تقدر توصل سلك في الفتحات دي علشان تشحن اي جهاز تاني عن طريق السلك. وفي بقى ستاندات عاديه زي دي كده لو عايز تثبت عليها موبايل او تابلت، والكابلات بتاعت يو جرين برده معروفه جدا والكواليتي بتاعتها كويسه قوي، وكلها لو انت عايز حاجه لايتنينج مثلا للايفون كلها بتكون ام اف اي او اللي هي ميد فور ايفون سيرتيفايد، فما تقلقش خالص مع استخدام لا اسلاك ولا شواحن منها للتليفون بتاعك سواء ايفون او اي حاجه اندرويد، امان تماما يعني. طيب مع كل الكلام الجميل ده بقى، هل في عيوب في المنتجات اللي انا جربتها دي من نيو جرين؟ الحقيقه في شويه عيوب برضو حابب اقول لك عليهم. اول عيب ان انت لما بيكون عندك شاحن فيه فتحات كتير من شواحن نيو جرين اللي جربتهم دول، انت لما تيجي مثلا تفصل او توصل اي جهاز باي سلك من الاسلاك اللي طالعه من الشاحن ده، لازم ساعتها بيفصل الكهرباء عن كل الاجهزه المتوصله ويرجع يوصلها تاني للكهرباء، لانه بيعيد كده توزيع الطاقه، ودي حاجه انا بشوفها بصراحه بايخه شويه، معرفش هل ليها حل ولا لا. هل ليها حل ان من غير ما يفصل يقلل بس كميه الوات اللي رايحه لبقيه الاجهزه ويدي للجهاز الجديد اللي اتوصل ولا لا؟ لكن هو اللي بيحصل ان كله بيفصل وكله بيرجع يتوصل تاني، ودي حاجه يعني بتبقى غريبه شويه في بعض الاحيان. العيب التاني ان المنتجات بتاعت يو جرين دي اي نعم بتديك كواليتي عاليه جدا، لكن هي برده مش رخيصه، يعني الامانه هي تعتبر منتجات غاليه نسبيا، فلازم تخلي ده في الاعتبار كده وانت بتشتري، لكن خليك عارف ان انت برده بتاخد حاجه بجوده كويسه جدا سواء تصميم وهاردوير وكده او اداء في الجزء بتاع الشحن السريع والامن والكلام ده كله. ثالث واخر عيب ان المنتجات بتاعت يو جرين دي مش كلها متوفره في كل الاسواق، يعني هتلاقي حاجات معينه متوفره في بلاد معينه وحاجات تانية في بلاد تانية، في حاجات موجهه اساسا لامريكا والاسواق الاوروبيه وحاجات تانية مش هنشوفها غير في الوطن العربي، فالموضوع ده يعني برضه يعني غريب شويه ومش احسن حاجه قوي، لان في منتجات بتبقى حلوه جدا اجي مثلا اسال عليها عشان اجيبها او اشتريها يقول لك لا ده دي بقى في امريكا بس، لازم حد جاي من امريكا ولا وانت مسافر ولا حاجه، فهو يعني توزيع المنتجات على الاسواق في شويه لخبطه كده ويعني مش مظبط قوي. وبس كده، دي كانت كل حاجه حبيت ان ارغي معاك فيها شويه عن منتجات يو جرين اللي اكتسحت السوشيال ميديا ومع ناس كتير جدا. حبيت اقول لك تجربتي الشخصيه ليهم بكل وضوح وشفافيه، فلو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناه، تنساش كمان تتابعني على تيك توك وانستجرام، فيديوهات قصيره لطيفه وستوريز يوميه هتلاقي الروابط كلها تحت، ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي كلها في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.